بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي، غنستكمل إن شاء الله مع لا كونجيغيزون يعني الصرف. في هذه الحلقة إن شاء الله غنشوف جو مي فالي. جو مي فالي يعني أنني أقيم نفسي. إذن عندنا جو ترانسفورم لي فراز سولون لو موديل، يعني أنني أحول لو فيرب ترانسفورمي هو حول. جو ترانسفورم لي فراز سولون لو موديل يعني انني احول الجمل حسب المثال. طبعا الحال هما عطينا واحد الجمله هنا كما تنشوفوا عندنا هنا جونطون لو شيه ابويي، يعني انا اسمع. جونطون يعني انا اسمع ماذا؟ لو شيه يعني الكلب، ابويي يعني انا اسمع الكلب ينبح. اذا كيفاش غتولي؟ غتولي عندنا جونطون لو شيه كي ابوا. تنشوفو هنا أبويي، طبيعة الحال ما مصرفاش ألا فينيتيف. علاش؟ حيت ما كايناش قبل منا كي، ولكن الوقيته اللي تنزيدو هاد كي في هاد الجملة بطبيعة الحال أن هاد الفعل تيتصرف. أونطوندغ يعني سامعة، كما تنشوفو هاد الإشارة اللي عندنا هنا أونطوندغ إي كومبخوندغ يعني اسمع وافهم. الصرف ديال لو فيرب أونطوندغ في البخيزون أش تنقولو؟ جونطون، تي أونطون، il entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent, هم يسمعون الآن في البخيزون يعني في الحاضر. فيما يخص لو فيرب أبويي، فيما يخص لو فيرب أبويي بطبيعة الحال نقول ماذا؟ j'aboie, tu aboies, il aboie, elle aboie, nous aboyons, vous aboyez, ils aboient أو elles aboient يعني هم أو هن ينبحن. j'entends لو شيه أبويي يعني أنا أسمع الكلب ينبح. إذا ماذا نقول؟ جونطون لو شيه، جونطون لو شيه كي أبوا، كي أبوا. الكلب وحده هو وحيد ينبح. طبيعة الحال لو كان عندنا هنا لي شيه، لو كان عندنا مجموعة كلاب ماذا سنقول؟ سنقول جونطون لي شيه، لي شيه طبيعة الحال غتزيد واحد الإس هنا. طبيعة الحال الشيه حتى هي غتزيد واحد الإس. كي أبوا، كي أبوا بطبيعة الحال لو فيرب أبويي حتى هو غيتغير، غتولي عندنا هنا أو إن تي بدال أو. في الجملة الثانية جونطون لي زونفون كريي يعني أنا أسمع، سا لو فيرب أونتوندغ كما رأينا قبل قليل، لي زونفون يعني أنا أسمع لي زونفون يعني الأطفال كريي يعني يصيحون. إذا كما لو نقول أنني أسمع الأطفال صيحانين تقريبا. في الجملة بطبيعة الحال الثانية سندخل كي كما لو نقول الذين أو الذي في حالة المفرد، بطبيعة الحال تتبقى نفسها. جونطون لي زونفون كي كخي، كي كخي يعني الذين يصيحون أو يصرخون. بطبيعة الحال لو فيرب كخي ماذا سنقول؟ سنقول كخي بطبيعة الحال أو إن تي، سنضيف أو إن تي بدل أ. إذن جونطون لي زونفون كريي أو أقول جونطون لي زونفون كي كري يعني أنا أسمع الأطفال الذين يصيحون. بطبيعة الحال كما تلاحظوا في اللغة العربية يصيحون يعني الفعل مصرف في الجمع. إذن نفس الشيء هنا. بطبيعة الحال عندنا أيضا تي روغارد لي زونفون جوي يعني أنت تنظر الأطفال يلعبون كما لو نقول لعبانين. إذن تي روغارد لي زونفون جوي. سيرا على المثل الأول ماذا سنقول؟ تي فوا لي زونفون كي جو يعني أنت تنظر الأطفال الذين كي جو. غنزيدو أ إن تي بطبيعة الحال لأننا تنتكلمو على لي زونفون ولي زونفون بطبيعة الحال جمع. إذا بطبيعة الحال حتى الفعل غيتصرف معاهم لأن الأطفال هما اللي تيلعبو. إذا هاد فعل لعبة متعلق بالأطفال، هاد فعل لعبة راه متعلق بالأطفال، الأطفال اللي تلعبوا. إذا عندنا لي زونفون جوي، إذا سنقول ماذا؟ لي زونفون كي جو، بطبيعة الحال غنزيدو أو إن تي. أما هاد تي اللي متعلق بها كفعل هو لو فيرب روغاردي، تي روغارد. إذا روغاردي بطبيعة الحال متعلق بتي، أنت الذي تنظر. إذا النظر متعلق بك أنت، أما اللاعب فمتعلق بالأطفال. إذا تي روغارد لي زونفون جوي أو أقول
تي روغار دي زونفون كي جو. فيما يخص الجملة الرابعة، نو فويون ان فيياغ. نو فويون ان فيياغ ترافيرسي لا شوسي، يعني نحن ننظر. سي لو فيغ فواغنا، بطبيعة الحال لو فيغ فواغ ماذا نقول؟ جو فوا، تو فوا، إل فوا. نو فويون اللي عندنا، نو فويون، نو فويون ان فيياغ كي ترافيرس لا شوسي. فو فويي يعني انتم تنظرون الان في البريزون في الحاضر. إل فوا يعني هم ينظرون. هذا الصرف ديال لو فيغ فواغ. نو فويون ان فيياغ ترافيرسي لا شوسي. لا شوسي المقصود بها ماذا؟ كما تنشوفوا في المثال اللي عندنا ديال طريق، كما تنشوفوا هنا طريق تتكون بهذا الشكل، تتكون عندنا طريق تدي وطريق تجيب، وتيكون بيناتهم واحد المساحة. في الجناب بطبيعة الحال تيكون واحد المنحدر صغير باش إلا كانت الشتا ولا شي حاجة تيهبط هاد الماء في هاد المنطقة وتيمشي بحالو. بطبيعة الحال الوسط ديال الطريق تيغ بلان، يعني كما نقول أرض ممتلئة أو مساحة ممتلئة، سونترال يعني وسطية. لا شوسي اللي تتهمنا هي هاد الطريق، هاد الجهة تسمى لا شوسي، هادي أيضا تسمى لا شوسي. طبيعة الحال عندنا هاد الخندق يسمى فوسي، تنقولو حنا الفوسي، فوسي يعني هاد المنطقة اللي في هاد المنحدر هي اللي غيمشي معاها الماء إلى آخره، نسميها فوسي. هاد الجانب الصغير، هاد الجانب الصغير ممكن أن السيارة تقف مثلا هنا مضطرة في هذا المكان، إذا نتكلم على لاكوتمون. لاكوتمون يعني هذا الجانب الصغير اللي حدا الطريق الرسمية يسمى اكوتمون. طبعا الحال الطريق ممكن أننا نتكلم على لاغوت، لاغوت يعني ككل. إذا نتكلم عن بلاتفورم، بلاتفورم هي واحد المساحة على الأرض تسمى بلاتفورم أو قاعدة. إذا بلاتفورم مقصود بها قاعدة أو مساحة على الأرض. إذا بطبيعة الحال نحن هنا نتكلم عن واحد المساحة تسمى طريق مجزأة بالشكل الذي نرى، يعني كوش المقصود بها طبقة. كما تنشوفون الطريق مصوبة عبارة عن طبقات، إلى هبطنا الأسفل ديالها، إلى خدنا واحد المقطع عمودي، إذا تنشوفوا الطريق اللي هي عبارة عن مساحة بطبيعة الحال أنها مكونة من طبقات. عندنا لاكوش دو سيرفاس كما تنشوفو، وعندنا لاكوش دو باز تنشوفو هنا، يعني كوش دو سيرفاس المقصود بها يعني الطبقة اللي على الواجهة، يعني المساحة إن صح التعبير، دو سيرفاس يعني على الواجهة. وعندنا كوش دو باز يعني واحد الطبقة دو باز ديال القاعدة، وعندنا كوش دو فونداسيون. فونداسيون بطبيعة الحال هو التأسيس، دو فونداسيون يعني ديال التأسيس أو بمعنى آخر ديال الأساس، يعني أن الطريق محطوطة على واحد الأساس. ثم عندنا القاعدة اللي على هاد الأساس بطبيعة الحال، ثم عندنا المساحة اللي على الواجهة كوش دو سيرفاس. بطبيعة الحال كلهم سوسون دي كوش، هادي كوش دو سيرفاس، هادي كوش دو باز، وهادي كوش دو فونداسيون. اللي تهمنا في هادشي كله هو هاد لا شوسي، يعني لا شوسي المقصود بها هي هاد الجهة، هي الجهة ديال الطريق سواء اللي في اليمين أو على اليسر تسمى شوسي. إذا شنو عندنا حنا؟ نو فويون ان فيياغ ترافيرسي لا شوسي، يعني نحن ننظر إلى رجل كبير، رجل يعني لشيخين، ترافيرسي يعني أنه يعبر، يعبر ماذا؟ لا شوسي، يعبر المكان الذي أشرنا له في الصورة. إذن شنو غنقولو؟ طبعا الحال باش نمشيو على المثال اللي عطاونا شنو غنقولو؟ إذن نقول نو فويون ان فيياغ كي ترافيرس. طبعا الحال لو فيياغ يعني أنه شخص مفرد، يعني هو شخص مفرد. طبعا الحال الفعل خاصو يعكس هاد الشخص المفرد اللي هو تيقوم بهذا الفعل. إذن نقول ماذا؟ نو فويون، نحن ننظر. بطبيعة الحال الفعل ديال النظر هو متعلق بنا حنا، حنا اللي تنشوفو. إذا فعل النظرة ها هو تصرف
يعني بالطريقة التي ينبغي بها. إذا nous voyons un vieillard، يعني نحن نظرنا ماذا؟ شيخا، un vieillard غير معرفنا، لم نقول هنا le vieillard. Nous voyons un vieillard traverser، إذا نقول ماذا؟ Nous voyons un vieillard qui traverse، الذي يعبر. طبعاً الحال qui traverse غنحيدو غير هاد R. La chaussée يعني هاد المنطقة التي أشرنا لها. عندنا أيضا vous entendez، أنتم تسمعون. إذا كما تنشوفوا ورأينا في البداية le verbe entendre، j'entends tu entends كما قلنا il entend nous entendons vous entendez يعني أنتم تسمعون، ils entendent يعني هم يسمعون، vous entendez يعني أنتم تسمعون des voix، les voix المقصود بها الأصوات جمع صوت. طبعا الحال الصوت في اللغة الفرنسية هي كلمة مؤنثة، نقول la voix. vous entendez des voix يعني أنتم تسمعون أصواتا. طبعا الحال هنا أيضا غير معرفة، لم نقول هنا vous entendez les voix، أنتم سمعتم الأصوات، يعني في هذه الحالة غتكون هذه الأصوات معروفة ديال من. هنا ماذا عندنا؟ عندنا vous entendez des voix يعني أنكم سمعتم أصواتا غير معروفة، لأن الكلمة غير معرفة. هنا شنو المقصود بها؟ المقصود بها بأن هذه الأصوات ما معروفاش، هذا هو المقصود بهاد معرفة أو غير معرفة. إذا vous entendez des voix يعني أنكم سمعتم أصواتا، سمعتوا واحد الأصوات، واحد الصراخات. appeler شنو appeler؟ يعني تنادي. طبعا الحال هنا كما نقول نادى، تنشوفون الفعل ما مصرفش، المعنى بطبعا الحال راه باين. إذا vous entendez des voix appeler يعني أنتم تسمعون des voix. طبعا الحال كما قلنا voix هي الصوت أو الأصوات في الحالة اللي عندنا هنا، يعني الصراخات، وممكن أنه يعنى بها الصوت الانتخابي. فملي تتمشي توضع واحد الصوت ديالك في الصندوق، راه المقصود أنك بدل تصرخ بالصوت ديالك وتقول بأنني أنا أنتخب فلان، إذا بدل هذا أنك تضع ورقة، هذا هو علاش يتسمى صوت. يعني بحال لا تتصرخ وتقول بأنني أنا أختار فلان أو لا أختار أي أحد. يعني فوا المقصود بها الصوت عموما، وممكن أن تأخذ معاني مجازية. إذا فو زونتوندي دي فوا، أنتم تسمعون دي فوا يعني الأصوات، دي فوا يعني أصوات. أبلي لو فيرب أبلي المقصود به هي نادى، تنقولوا مثلا كومون تي تابيل يعني كيف أنت تنادى، أو مثلا جابيل كيلكا يعني أنني أنادي على شخص. إذا هنا أبلي المقصود به نادى. إذا أنتم تسمعون أصواتا تنادي، أو سكور يعني النجدة. لو سكور هو النجدة، هو الإسعاف والمساعدة. إذن أو سكور يعني كما نقول ينادي على النجدة. إذن أنتم تسمعون أصواتا تنادي إلى النجدة، كما نقول أنها تطلب النجدة، أنها تطلب النجدة. إذن ماذا سنقول؟ Vous entendez des voix appeler au secours. ماذا سنقول؟ Vous entendez des voix qui appellent. Qui appellent. Le verbe appeler بطبيعة الحال. ماذا نقول؟ J'appelle. Tu appelles. Il appelle. Nous appelons. Vous appelez. Ils appellent. يعني هم ينادون كما عندنا في النص. J'entends des voix qui appellent. يعني أنها تنادي. Au secours. يعني على النجدة. بطبيعة الحال عندنا le verbe appeler هي نادى. وعدنا لو فيرب سابلي كما قلنا يعني هي أنك تنادى، يعني المقصود أنك تسمى، يعني سمية أو يسمى، يعني أنه يسمى. نقول مثلا جو مابيل يعني أنا أسمى، فبدل أنني أقول مثلا جابيل أو سكور يعني أنني أنادي على النجدة، ماذا أقول؟ جو مابيل مثلا مصطفى، جو مابيل مصطفى يعني أنني أسمى مصطفى. لاحظ الفرق. نقول مثلا تي أبيل أو سكور، أنت تنادي على النجدة. أو أقول مثلا تي تابيل أحمد، أنت تسمى أحمد. أو مثلا إل أبيل أو سكور يعني هي تنادي على النجدة، ماذا نقول؟ إل سابيل مثلا فاطمة، هي تسمى فاطمة. إل سابيل، كاين فرق بين لو فيرب أبلي و لو فيرب سابلي. إذا نقول مثلا نو نو زابلون فو فو زابلي، إل أو إل سابيل كي أبل أو سكور. طبعا الحال كما قلنا سكور تتعني النجدة،
أو المساعدة أو الإسعاف، إذن نجد أحيانا هاد الملصقات issue de secours، يعني كما نقول issue المقصود هو المخرج أو النتيجة، يعني تنتكلم عن النهاية، أن الإنسان يوجد نهاية في واحد النجدة، إذن issue de secours. طبعا الحال issue de secours أو sortie de secours، يعني المخرج ديال النجدة. السكور بطبيعة الحال نجد مثلا هذا الكتاب عنوانه ماذا؟ السكور سورتي مودولا، يعني النجدة أخرجوني أخرجوني من هنا. إذن النجدة أخرجوني من هنا، يطلب النجدة لكي يتم إخراجه من هذا المكان المحتجز به. إذن السكور سورتي مودولا. Vous entendez des voix qui appellent au secours، يعني أنتم تسمعون أصواتا تطلب النجدة. إذا طبعا الحال سواء قلنا vous entendez des voix appelées au secours أو vous entendez des voix qui appellent au secours، نفس الشيء. إذا هذا فيما يخص هذه الحلقة، حياكم الله وإلى لقاء قريب بإذن الله.